عطرة إذا محاضرة جديدة مداخلة حول فلسفة مونتاني بين إحياء الريبية وتحرر الحكم. سنتطرق إلى الحياة والأعمال لمونتاني ثم فلسفة الحكم الحر، بعد ذلك شكوك ريبية مونتاني، ثم مونتاني والنسبية، قبل الأخير تراث مونتاني بين تشاورون إلى هوبز وما أرخب. نبدأ بالمقدمة. يقول مونتاني: السؤال ليس من يضرب الحلبة، ولكن من سيحقق الأفضل. نظرا لاتساق نطاق قراءاته، كان من الممكن تصنيف مونتاني بين أكثر دعاة الإنسانية معرفة في القرن السادس عشر، لكن هدفه في هذه المداخلة هو قبل كل شيء ممارسة حكمه بشكل صحيح. قال إن القراء الذين قد يرغبون في إدانته بالجاه لن يجدوا شيئا يحتجزونه، لأنه كان يمارس طاقاته الطبيعية وليس قدراته المستعارة. كان يعتقد أن الكثير من المعرفة يمكن أن يكون عبئا، مفضلا أن يمارس حكمه الطبيعي على عرض سعة الاطلاع لديه. نبدأ بالحياة والأعمال. جاء مونتاني يعني إلى العالم سنة 1533 وتوفي سنة 1592، وهو من عائلة برجوازية ثرية، اكتسب من يعني من طبقة النبلاء، خاصة بعد أن قاتل والده في إيطاليا في جيش الملك فرانسيس الأول ملك فرنسا. عاد يعني له بنية قوية لجلب يعني ومكانته من جلب الثقافة الإيطالية الراقية إلى فرنسا. قام بتزيين قلعته في بيريغور بأسلوب يعني روماني قديم، كما قرر أن ابنه لن يتعلم اللاتينية في المدرسة، وبدلا من ذلك يعني رتب للمدرس الألماني والأسرة التحدث إليه حصريا باللغة اللاتينية في المنزل. لذلك نشأ الشاب مونتاني وهو يتحدث اللاتينية ويقرأ بمفرده فيرجيل وأوفيد وهوراس. في سن السادسة تم إرساله إلى الكوليج دي جيان في بوردو، يعني المدرسة يعني معهد، والذي أشاد بها لاحقا باعتبار أفضل يعني معهد إنساني في فرنسا، على الرغم من أنه وجد خطأ في المعاهد الإنسانية بشكل عام. أين درس مونتاني القانون لاحقا؟ أو في الواقع ما إذا كان قد درس القانون على الإطلاق، غير وهذا أمر غير واضح. الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو أن والده اشترى له مكتبا في محكمة بيريجو، ثم التقى بإتيان لابوتي الذي أقام معه صداقة حميمية. إتيان لابوتي هو صاحب كتاب يعني العبودية الطوعية، والذي ترك موته بعد بضع سنوات في 1563. ترك مونتاني في حال ذهول شديد، تعب من الحياة النشطة، وتقاعد عن عمر يناهز 37 عام فقط في قلعة والده. في نفس العام في 1571 تم ترشيحه كسيد نبيل في الغرفة العادية للملك تشارلز التاسع، وبعد ذلك بوقت قصير أيضا تم ترشيحه عضوا في غرفة أنري دي نافر. حصل على وسام سان ميشيل، وهو تمييز استثنائي للغاية، لأن سلالة مونتاني كانت من نبلاء المحدثين. ربما في البداية كان حريصا على إظهار ألقابه وبالتالي مكانته الاجتماعية، فقد تمت إزالة التكريم وتكرار اختيار وتكريس نفسه في المكتبة التي كانت كبيرة جدا لتلك الفترة. قد كان لديه صيغة حكمة منحوتة على عوارض خشبية، تم استخلاصها من بين آخر من الكتب التي يطالعها، وخاصة سفر الجامعة لسكتيس أمبيريكيس ولوكريس وغيرهم من المؤلفين الكلاسيكيين الذين قرأهم بشغف. الهروب من نوبات الكآبة، بدأ في تكريس أفكاره على الورق. في عام 1580 قام برحلة إلى إيطاليا، وكان هدفه الرئيسي علاج آلام حسا الكلى في المنتجعات الحرارية. ارتبطت الرحلة جزئيا بسكرتير بوزيت مونتاني نفسه في مخطوط اكتشف فقط خلال القرن الثامن عشر تحمل عنوان مجلة الرحلة إلى إيطاليا، وتم نسيانها في فترة وجيزة.
بينما كان مونتاني يستعم بالقرب من بيتزا، علم بانتخابها عمدة لبوردو. كان يميل في البداية إلى الرفض بدافع التواضع، لكنه وافق في النهاية، حتى أنه تلقى خطابا من الملك يحث على تولي المنصب، وأعيد انتخابه لاحقا، وتعرض في فترة ولايته الثانية لانتقادات بسبب هجره المدينة أثناء التعاون العظيم في محاولة لحماية نفسه وعائلته. تضاءلت فترة حكمه بسبب الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت، تحول العديد من أفراد عائلته إلى البروتستانتينية، لكن مونتاني ظل كاثوليكيا. أعماله، نأتي إلى أعماله. كاتب مونتاني 3 كتب من المقالات، كان مقال اسما أصليا لهذا النوع من العمل، وأصبح نوع محل تقدير بعد فترة وجيزة. تم التعرف على 3 طبعات رئيسية. 1580 في هذه المرحلة تمت كتابة أول كتابين، 1588 و1595. الطبعة الأخيرة التي لم يكن من الممكن أن يشرف عليها مونتاني نفسه تم تحريرها من المخطوط من قبل ابنته بالتبني ماري دي جورني. حتى نهاية القرن 19 كان نص النسخة لجميع الإصدارات الجديدة هو نسخة عام 1595 فورتينا ستراوسكي، وبعده بوقت قصير رفضه بيير فيلي لصالح نسخة بوردو، نص طبعة 1588 تكملة إضافات ومخطوطات. أثر مونتاني نصه باستمرار، فضل أن يضيف من أجل التنوع بدلا من التصحيح. تظل وحدة العمل وترتيبه كل فصل إشكالي. نحن غير قادرين على اكتشاف الروابط الواضحة من فصل إلى آخر. في الكتاب الأول يقفز مونتاني من الخمول إلى الكذابين، ثم إلى الكلام الفوري أو البطيء، إلى التكهنات. كان الجانب العشوائي من العمل الذي اعترف به المؤلف نفسه يمثل تحديا للشراح منذ ذلك الحين. يكمن جزء من تألق المقالات في هذه القدرة بالذات على استنباط أشكال مختلفة من التماسك التوضيحي مع تحديها في نفس الوقت. العمل ثري ومرن لدرجة أنه استوعب أي اتجاه أكاديمي تقريبا، ومع ذلك فهو أيضا مقاوم للتفسير لدرجة أنه يكشف عن حدود كل تفسير. كانت الدراسات النقدية للمقالات حتى وقت قريب ذات طبيعة أدبية بشكل أساسي، ومع ذلك فإن اعتبار مونتاني كاتبا وليس فيلسوفا يمكن أن يكون طريقة لتجاه المفكر مزعج. في الواقع لقد هز بعض الجوانب الأساسية للفكر الغربي، مثل التفوق الذي نمنحه للإنسان على الحيوانات، للحضارة الأوروبية على الهمجيين، أو للعقل كمعيار عالمي مزعوم. يميل التقليد المتجذر في القرن 19 إلى إبعاد عمله إلى مرتبة الانطباعية الأدبية أو التعبير عن الذاتية العبثية. لتحقيق العدالة له يحتاج المرء أن يضع في اعتباره الوحدة التي لا تنفصل عن الفكر والأسلوب في عمله. تنقيحات مونتاني المتكررة لنفسه كما تظهر الطبعات الحديثة مع الأحرف الثلاث A B G التي تمثل الإصدارات الرئيسية الثلاث تعكس العلاقة بين نشاط فكره والمقالات كعمل قيد التقدم. تعرض المقالات كل من الجهد المبذول وسعادة التفكير. في مونتاني لدينا كتاب يغمر عمله الفكر الفلسفي بعمق. تم اقتباس آية واحدة من أصل 16 في كتاب لوكريس عن الطبيعة. في المقالات إذا كان صحيحا كما قال إدموند هوسير أن الفلسفة مسعى مشترك، فربما مونتاني أكثر الفلاسفة نموذجا لأن عمله يقتبس على نطاق واسع من الآخرين. نجح مونتاني في استيعاب قدر كبير من القراءة بحيث لا تظهر سعة الاطلاع على هذا النحو. لقد ابتكر عملا فريدا لكنه لا يزال متجذرا بعمق في مجتمع الشعراء والمؤرخين والفلاسفة. إن قراره باستخدام حكمه الشخصي فقط في التعامل مع جميع أنواع الأمور وموقفه الحازم تجاه الذاكرة والمعرفة وتحذيره من أننا يجب أن لا نخلط بين الله أو المبادئ السامية مع العالم البشري هي بعض العناصر الرئيسية التي تميز مونتاني. وضع مونتاني كإنسان اعتبر أن على المرء أن يستوعب الكلاسيكيات ولكن قبل كل شيء لإظهار الفضيلة، حسب رأي أفلاطون الذي يقول أن الصمود والإيمان والإخلاص فلسفة حقيقية، والعلوم الأخرى التي تهدف إلى الأشياء الأخرى ليست سوى مسحوق ويعني أشياء
تجميل يعني فقط. نبدأ بفلسفته، هي تسمى فلسفة الحكم الحر. يرفض مونتاني الطريقة النظرية والتأملية للفلسفة التي سادت في عهد سكولاستيكيين منذ العصور الوسطى. حسب قوله، العلم لا وجود له بل مجرد إيمان عام بالعلم. كان بيترارك قد انتقد السكولاستيكيين لعبادة أرسطو كإله له. يقف مونتان إلى جانب الإنسانيين، يعني نزع الإنسانية، أصحاب النزع الإنسانية، هذا هم الإنسانيين، ويطور نقدا حادا للعلم، وخاصة يعني على الطريقة الهندسية الأكثر صرامة، إنه مجرد يعتبره مجرد ممارسة وتجارة في العلوم، وهي مقصورة على الجامعة ويتم إجراؤها أساسا بين الأساتذة وطلابهم. المشكلة الرئيسية لهذا النوع من العلم هي أنه يجعلنا نقضي وقتنا في تبرير المعتقدات التي نرثها على أنها عقلانية بدلا من تشكيك في أسسها، ويجعلنا نصنف الآراء العصرية على أنها حقيقية بدلا من قياس قوتها، في حين أن العلم يجب أن يكون استفسارا مجانيا، فإنه يتكون فقط من مناقشات مبهمة حول كيفية قراءة أرسطو أو جالينوس. يتم إسكات الحكم النقدي بشكل منهجي، ويطالب مونتاني بعملية فكرية لا يمكن تقييدها بأي مبدأ عقائدي، وهي عملية تفكير من شأنها أن تؤدي إلى استفسار مجاني. فإذا تتبعنا ولاية العلم الحديث نجد أن مونتاني كفيلسوف كان سابقا لعصره. في عام 1543 وضع كوبرنيك الأرض في حالة حركة وحرم الإنسان من مركزيته الكونية، ومع ذلك قد تغير قليلا في مفهوم القرون الوسطى للعالم كمجال. أصبح العالم الكوبرنيكي عالما مفتوحا فقط مع توماس ديجز 1576. على الرغم من أن سمائها كانت لا تزال موجودة في الفضاء تسكنها الآلهة والملائكة، على المرء أن ينظر أو ينتظر جوردانو برينو للعثور على الممثل الأول للمفهوم الحديث للكون اللامتناهي 1584. لكن ما إذا كان برونو عقلا حديثا يظل مثيرا للجدل؟ الكواكب لا تزال حيوانات. على العكس من ذلك، فإن مونتاني خال تماما من تصور العصور الوسطى للمجالات، إنه مدين بحريته الكونية الاهتمام العميق بالفلاسفة القدماء، خاصة إلى لوكريس على وجه الخصوص. في أطول فصل من المقالات مدح ريمون سيبون يستحضر مونتاني العديد من الآراء حول طبيعة الكون طبيعة الروح، إنه يوازن رأي الأبيقوريين بأن عوالم عديدة موجودة مقابل تلك الخاصة بوحدة العالم التي طرحها كل من أرسطو وتوماس الإكويني. لقد خرج لصالح الأول دون أن يصنف تقييمه على أنه حقيقة كإنساني. تصور مونتاني الفلسفة على أنها أخلاق. في فصل تعليم الأطفال يتم تحديد التعليم بالفلسفة، يفهم هذا على أنه تكوين الحكم والأخلاق في الحياة اليومية. درسه الرئيسي له امتياز التواجد في كل مكان في المنزل. الفلسفة التي تتكون أساسا من استخدام الحكم مهمة لعملية الحياة العادية جدا والمتنوعة والمتموجة. في الواقع تحت ستار الحكايات غير الضارة حقق مونتاني الثورة الإنسانية في الفلسفة. انتقل من مفهوم الفلسفة التي ينظر إليها على أنها علم نظر إلى فلسفة ينظر إليها على أنها ممارسة الحكم الحر، وأعرب عن أسفه لأن الفلسفة حتى مع أصحاب الفهم يجب أن تكون اسما فارغا ورائعا، شيء لا فائدة له ولا قيمة له. وأكد أن الفلسفة يجب أن تكون النشاط الأكثر بهجة. قد مارس الفلسفة بتوجيه حكمه إلى المحاكمة لكي يدرك نقاط ضعفها، ولكن أيضا للتعرف على قوتها. كل حركة تكشفنا، يقول مونتاني، لكن أحكامنا تفعل ذلك بشكل أفضل. في بداية القرن يعني الماضي تطور أحد أعظم الشراح حول مونتاني بيير فيلي فكرة أن مونتاني أصبح حقا هو نفسه من خلال الكتاب. تظل هذه الفكرة صحيحة إلى حد ما، على الرغم من ارتباطها الواضح بعلم النفس الرومانسي المتأخر. يعني تظل المقالات شهادة تاريخية استثنائية عن تقدم الخصوصية والفردية وازدهار الذاتية وبلوغ النضج الشخصي الذي سيتم نسخه، ولكن ربما لم تتم مطابقته أبدا منذ ذلك الحين. يبدو أن مونتاني الذي كرس نفسه لحرية العقل وسلامة الروح لم يكن له أي هدف آخر من خلال الكتابة سوى تربية نفسه وتثقيفه. نظرا أن الفلسفة فشلت في تحديد طريق آمن نحو السعادة، قد ألزم كل فرد أن يفعل ذلك بطريقته الخاصة.
يريد مونتاني الهروب من خنق الفكرة بالمعرفة، وهي ظاهرة واسعة الانتشار، أطلق عليها التحذلق، وهي فكرة ربما استخلصها من تلطيخ الأساتذة من الكوميديا الفنية، وقد امتدح أحد أشهر أساتذة العصر وهو أدريانوس ترنيبوس لقيامه بدمج الحكم القوي مع سلعة الاطلاع الهائلة. علينا أن نهدئ تعطشنا للمعرفة تمام كما نفعل مع شهيتنا للمتعة. يقف مونتاني هنا مع كاليكلاس ضد أفلاطون، ويؤكد أن ذلك الإنسان النبيل لا ينبغي أن يكرس نفسه بالكامل للفلسفة، إذا مارسته بضبط النفس فإنها تثبت فائدتها، في حين أن الإفراط فيها يؤدي إلى الانحراف وعدم التواصل. بالتفكير في تعليم أطفال الطبقة الأرستقراطية، يعني ابتعد مونتاني بشكل كبير عن التعليم الإنساني التقليدي، وهو نفس التعليم الذي تلقاه هو نفسه، بدلا من التركيز على طرق ووسائل جعل التعليم اللاتينية أكثر فاعلية كما فعل المعلمون في أعقاب إيراسموس. عادة يشدد مونتاني على الحاجة إلى العمل والأنشطة المرحة. سيتوافق الطفل مبكرا مع العادات الاجتماعية والسياسية، ولكن دون عبودية. يجب أن يظل استخدام الحكم في كل الظروف كضمان للذكاء العملي والحرية الشخصية وفي صميم التعليم. ينقل المسؤولية الرئيسية للتعليم من المدرسة إلى الحياة اليومية. يمكن اكتساب تألق رائع للحكم البشري من خلال التعرف على البشر. إن الأولوية المعطاة لتشكيل الحكم والشخصية تعارض بشدة الرغبة في الحصول على ذاكرة قوية خلال وقته. إنه يحتفظ لنفسه بحرية التقاط أجزاء من المعرفة هنا وهناك، وإظهار اللامبالاة أو عدم الاهتمام فكريا إلى حد كبير بالطريقة لنفسه التي يستخدمها بها حاشية كاستيليوني في العلاقات الاجتماعية. على الرغم من أن مونتاني يعرض هذه اللامبالاة على أنها ضرورية لطبيعته، إلا أن موقفه ليس بريئا، فهو سيسمح بالتصدي الآن لصوت الرواقي ثم صوت الريبي، لكن الأبيقوري ثم المسيحي. على الرغم من أن آراءه لم تكن أبدا أصلية تماما، إلا أنها تحمل بصماتها الواضحة دائما. يظل فكر مونتاني الذي غالبا ما يتم تصنيفه على أنه حديث في العديد من الجوانب متجذرا بعمق في التقاليد الكلاسيكية. ينتقل مونتاني بسهولة عبر أقوام المعرفة الكلاسيكية، ويقترح ابتكارات أدبية وفلسفية ملحوظة على طول الطريق. يبدأ مونتاني مشروعه لمعرفة الإنسان من خلال ملاحظة أن نفس السلوك البشري يمكن أن يكون له تأثيرات معاكسة، أو أنه حتى السلوكيات المعاكسة يمكن أن يكون لها نفس التأثيرات بوسائل متنوعة نصل إلى نفس الغاية. لا يمكن تحويل الحياة البشرية إلى موضوع نظرية عقلانية، ولا يخضع السلوك البشري للقواعد الكونية، ولكن هناك تنوع كبير في القواعد، من بينها القواعد الأكثر دقة التي لا تزال أقل من المستوى المقصود. العقل البشري صبغة مشبعة بقوة متساوية في جميع آرائه وطرقه مهما كان شكلها، لا نهائية في الجوهر، لا نهائية في التنوع. يقول في الفصل الخاص بالعرف: من خلال التركيز على التجربة القصصية يأتي مونتاني ليكتب تحفة العلم الأخلاق الحديث وفقا للمعلم العظيم هوجو فريدريك. فريدريك هوجو إنه يتخلى عن الطموح الأخلاقي في إخبار كيف يجب أن يعيش الإنسان من أجل الوصول إلى عقل غير متحيز لمعرفة الإنسان كما هو. آخرون من الإنسان أقول عنه منذ ذاك الحين أصبح الإنسان دون تعريف، كما علق الفيلسوف مارسيل كونش في فصله عن مدح ريمون سيبون. يستمد مونتاني المعرفة الكلاسيكية وفلسفة عصر النهضة من أجل تذكيرنا بأنه في بعض أجزاء العالم نجد بشر لا يشبهوننا كثيرا. لا ينبغي أن ينظر إلى تجربتنا مع الإنسان والأشياء على أنها مقيدة بمعاييرنا الحالية للحكم. إنها نوع من الجنون عندما نحدد حدود الممكن والمستحيل. قد فشلت الفلسفة في تأمين الإنسان لفكرة حازمة عن مكانته في العالم أو عن طبيعته. إن الآراء الميتافيزيقية أو النفسية التي هي بالفعل كثيرة جدا تأتي كعبء أكثر من كونها مساعدة. يتابع مونتاني بحث عن المعرفة من خلال الخبرة.
ولا يتم تحديد معنى المفاهيم عن طريق التعريف، بل يتعلق بلغة مشتركة أو بأمثلة تاريخية. إن أحد العناصر الأساسية للتجربة هو القدرة على التفكير في أفعال الفرد وأفكاره. يشارك مونتاني حالة بحالة: اعرف نفسك، على الرغم من أن الحقيقة بشكل عام ليست حقيقة، كائن مناسب للكليات أو للملكات البشرية، ويمكننا التفكير في تجربتنا. ما يهم ليس حقيقة أننا في النهاية نعرف الحقيقة أم لا، ولكن بالأحرى الطريقة التي نسعى بها إلى السؤال. ليس من سيضرب الحلبة، ولكن من سيحقق الأفضل. والهدف هو ممارسة حكمنا بشكل صحيح. يحير تفكير مونتاني الفئات الأكثر شيوعا لدينا. إن رؤية عالم دائم التغير الذي طوره يهدد وجود كل الأشياء. ليس لدينا اتصال مع الوجود، نحن نأخذ بشكل خاطئ ما يظهر لما هو موجود، وننغمس في لغة دغمائية خادعة معزولة عن واقع دائم التغير. يجب أن يكون أكثر حرصا في استخدامنا للغة. يفضل مونتاني أن يتم تعليم الأطفال طرق أخرى للتحدث أكثر ملائمة لطبيعة الاستفسار البشري، مثل: ماذا يعني ذلك؟ أنا لا أفهم ذلك. قد يكون هذا، هل هذا صحيح؟ مونتاني نفسه مغرم بهذه الصياغة التي تخفف من جرأة مقترحاتنا. ربما إلى حد ما يقولون أعتقد وما شابه. يتخلل النقد والدغمائي على سبيل المثال أفكاره على السياسة، نظرا لأن النظام الاجتماعي معقد جدا بحيث لا يمكن السيطرة عليه من قبل العقل الفردي، فهو يعتبر أن المحافظة هي الموقف الأكثر حكمة. ترتكز هذه السياسة على التقييم العام بأن التغيير عادة ما يكون أكثر ضررا من الحفاظ على المؤسسات الاجتماعية، ومع ذلك قد تكون هناك ظروف معينة تدعو للتغيير كحل أفضل، كما أظهر التاريخ أحيانا. السبب عندئذ غير قادر على اتخاذ قرار مسبق. يجب أن يبدأ الحكم تتبادل وجهات نظره لإيجاد الخيار الأفضل. بعد ذلك نأتي إلى شكوك مونتاني أو الريبيت مونتاني. مع كورنيليوس أغريبا أو هنري إستيان أو فرانسيسكو شانجيز من بين آخرين، ساهم مونتاني إلى حد كبير في إعادة إحياء الشك أو الريبي خلال القرن السادس عشر. أنتج لقائه الأدبي مع سكتوس إمبريكوس بصدمة حاسمة حوالي عام 1576، عندما صاغ مونتاني ميداليته الشخصية نقش عليها مع عمره إيبوخيا، أنا ممتنع باليوناني، وشعار شكي أو ريبي آخر بالفرنسية كيسيج، ماذا أعرف. في هذه الفترة من حياته يعتقد أن مونتاني قد مر بأزمة ريبية كبيرة، كما علق بيير فيلي بشكل مشهور. في الواقع يعود هذا التفسير إلى باسكال، الذي لا يمكن أن يكون الشك بالنسبة له سوى نوع من الجنون المؤقت. يحمل يعني مديح ريمون سيبون، وهو أطول فصل في المقالات، علامة على اليأس الفكري الذي تمكن مونتاني من التخلص منه في مكان آخر. لكن تفسيرا آخر للشك يصاغه كاستراتيجية مستخدمة لمواجهة الإيمانية، نظرا لأن العقل غير قادر على إظهار العقائد الدينية. يجب أن نعتمد على الوحي والإيمان الروحيين. نموذج الإيمانية وهي كلمة لا يستخدمها مونتاني، قدمها ريتشارد بوكيل في تاريخ الريبية. يظهر مونتاني هناك أب مؤسس للإصلاح المضاد، كونه زعيم جديد للبيرونية أو للنزعة الريبية نسبة إلى بيرون، الذي يستخدم الشك وسيلة لتحقيق غاية، أي لتحقيق القبضة التي كانت للفلسفة ذات يوم على الدين. نتفق على حقيقة أن مونتاني غير إلى حد كبير نوع الشك الذي افترضه سكتيس أمبيريكوس. ليكون وجهي المقياس متوازنين تماما أبدا، لأن العقل دائما ما يوجه المقياس لصالح الحاضر في متناول اليد. هذا الخلل يقوض الآلية الرئيسية للتوازن، وهي المساواة في القوة بين حجتين متعارضتين. نظرا لأن تعليق الحكم لا يمكن أن يحدث عرضيا كما يرغب سكتيس أمبيريكوس، يجب أن يمتنع الحكم عن إعطاء موافقته. في الواقع مصادر شكوك مونتاني أوسع بكثير. قراءات تفله لتحول أوفيد، والتي أعطته وعيا عميقا بالتغيير، النقاش الأكاديمي المطلق الذي مارسه في كوليج دي جويون، نقاش مؤيد وكونترا وضد موروث أرسطو وشيشترون، وفلسفة العمل الإنسانية التي تعاملت مع عدم اليقين في الشؤون الإنسانية، شكلت عقله في وقت مبكر. من خلال تعلم مرارا وتكرارا أن المظاهر العقلية
خادعة. في معظم فصول المقالات ينقلب مونتان بين الحين والآخر عن حكمه. هذه التحولات مفاجئة في المنظور، مصممة للهروب من الالتزام ومعالجة الأمر من وجهة نظر آخر. تعكس المقالات سلوك المتحفظ للحكم وفقا لصيغة أنديسيو الترنونت، التي ما زلنا نجدها محفوظة اليوم على عوارض مكتبة قلعة بيريغورد. والهدف ليس إفساد الحجاج من خلال معارضته كما هو الحال في الحدائق البيروني، ولكن بدلا من ذلك لموازنة رأي واحد من خلال أخذ الآراء الأخرى في الاعتبار. من أجل العمل يجب أن يتم تحميل كل مقياس للحكم. إذا أخذنا الأخلاق على سبيل المثال، يشير مونتان إلى السلطات الأخلاقية المتنوعة، أحدها هو العرف وسبب الآخر ضد كل شك من أشكال الدوغمائية. يعيد مونتاني الحياة الأخلاقية إلى تنوعها الأصلي وعدم الارتياح المتأصل فيها. من خلال الفلسفة يسعى إلى التوافق التام مع تنوع الحياة. بالنسبة لي أحب الفلسفة الحياة وأزرعها كما سر الله أن أمنحها لنا. وجدنا قراءتين لمونتاني كشخص متشكك. يركز الأول على الجدال والحجاج السلبية المستمدة من سوكتيس أمبيريكوس في نهاية الاعتذار. يرسم هذا التشكك المتشدد صورة الإنسان على أنه مذل، هدفه هو محاربة ادعاءات العقل والقضاء على المعرفة البشرية. تم رفض الحقيقة والوجود والعدالة على حد سواء على أنها غير قابلة للتحقيق. ينظر الشك هنا تأملات ديكارت على حول مشكلة الواقع الخارجي، ويتجاهل القيمة الموضوعية لتمثيلية المرء. كان مونتان سيخلق مشكلة طويلة الأمد وهي الانغماس. مع ذلك نلاحظ أنه لا يشكك في حقيقة الأشياء إلا أحيانا في نهاية الاعتذار، ولكن في قيمة الآراء والبشر. توضح القراءة الثانية لشك في احتمالية شيشرون لها أهمية أكبر بكثير في تشكيل المحتوى المتشكك في المقالات. بعد سبعينات القرن السادس عشر لم يعد مونتان يقرأ سكتيس أمبيريكوس. تظهر الإضافات مع ذلك أنها أخذ قراءة أكثر وأكثر شمولا لكتابات شيشرون الفلسفية. نفترض أنه في بحث مبكر عن الحجج الجدلية ضد العقلانية خلال سبعينات القرن السادس عشر، اقترض مونتان الكثير من سكتيس أمبيريكوس. ولكن عندما سئم من الآلية المتشككة وفهم الريبي على أنها أخلاقيات الحكم، عاد إلى شيشرون. تم التأكيد على الأهمية القصوى الأكاديمية بالنسبة لفكر القرن السادس عشر بواسطة تشارلز بي شميت في التحقيق الحر الذي انخرط فيه شيشرون في جميع المذاهب المتنوعة. وجد الإنسانيون مرآة مثالية لعلاقاتهم مع الكلاسيكيات. كتب شيشرون الأكاديمية التي أنا من أتباعها تمنحني الفرصة لإبداء الرأي كما لو كان رأينا بمجرد أن يظهر أنه محتمل للغاية. عند قراءة سينيكا سيفكر مونتاني، يعني الرواقي الآخر، سيفكر مونتاني كما لو كان عضوا في سيتوا، ثم يتغير من أجل لوكريس. سوف يفكر كما لو أنه أصبح أبيقوريا وما إلى ذلك. المذاهب، يعني عندما يقرأ سينيكا يصبح عضوا في الرواقي، عندما يغير ويقرأ لوكريس يفكر كأنه أصبح أبيقوريا. المذاهب والآراء إلى جانب الأشياء التاريخية والتجارب الشخصية تشكل غذاء الحكم. يستوعب مونتاني الآراء وفقا لما يبدو له على أنه صحيح دون اعتبار هل هي صحيحة تماما أم لا. يصر على الطبيعة الحوارية للفكر، مشيرا إلى طريقة سقراط في إبقاء المناقشة مستمرة. زعيم حوارات أفلاطون، سقراط يطرح دائما الأسئلة ويثير النقاش ولا يختتم أبدا ولا يرضى أبدا. يجب أن يحدد الحكم الموقف الأكثر إقناعا، أو على الأقل تحديد نقاط القوة والضعف لكل موقف. إن مجرد رفض الحقيقة سيكون موقفا دوغمائيا للغاية، ولكن إذا كانت الحياة الحقيقة مطلقة مفقودة فلا يزال لدينا إمكانية موازنة الآراء. لدينا الموارد الكافية لتقييم السلطات المختلفة التي يتعين علينا التعامل معها في الحياة العادية. ربما كان الفشل الأصلي للمعلقين في وصف فكر مونتاني بأنه متشكك دون التفكير في المعنى الصحيح له. ممارسة مونتاني للحكم هي ممارسة الحكم الطبيعي، مما يعني الحكم لا يحتاج إلى أي مبدأ أو أي قاعدة كافتراض مسبق. بهذه الطريقة يمكن اعتبار العديد من جوانب تفكير مونتاني متشكك.
على الرغم من أنه لم يستخدم من أجل الشك. على سبيل المثال، عندما يضع مونتاني ممارسة الشك كبداية جديدة في العالم، يعني كبداية جيدة في التعليم، فإنه يفهم الشك كجزء من عملية تشكيل الحكم. يجب أن تؤدي هذه العملية إلى الحكمة التي توصف بأنها مبتهجة دائما. شكوك مونتاني ليست بائسة ويائسة، وليست يائسة، على العكس من ذلك، فهو يقدم للقارئ نوع من الابتهاج الارتباط الذي يعتمد على المتعة المتواضعة والفعالة في رفض المعرفة، وبالتالي إفساح المجال لممارسة ملكات الفرد الطبيعية. بعد ذلك نأتي إلى مونتاني والنسبية. شعر مفكرو عصر النهضة بقوة بضرورة مراجعة خطابهم عن الإنسان، لكن لم يبرز أحد هذه الضرورة أكثر من مونتاني. ما كان يبحث عنه مونتاني عند قراءة مؤرخين أو الرحالة، مثل كتاب لوبيز دي جوموارا تاريخ جزر الهند. كان التنوع الكبير في المعتقدات والعادات التي من شأنها أن تثري صورته عن الإنسان. لا الحكيم الهيلينيستي ولا القديس المسيحي ولا عالم عصر النهضة، نماذج لا جدال فيها في المقالات. بدلا من ذلك يفكر مونتاني في البشر الحقيقيين الذين هم نتاج العادات، هنا يعيشون على الجسد البشري، وهناك عمل من أعمال التقوى لقتل والد المرء في سن معين، فهو يساهم في تخفيض قيمة العقل والإرادة. من الحكم أن يدمر ثقتنا العفوية بأننا نعرف الحقيقة وأننا نعيش وفقا للعدالة. خلال القرن السادس عشر أظهر فقهاء المدرسة الفرنسية للقانون أن القانون مرتبط بقرارات تاريخية. في الفصل الأول حول العرف يبدو أن مونتاني يستقرأ هذه الفكرة. أراؤنا سلوكياتنا في كل مكان نتيجة العرف، والإشارات إلى العقل الكوني أو الحقيقة أو العدالة يجب رفضها باعتبارها أوهام. كان بيير فيلي أول من استخدم مصطلح النسبية، والتي أثبتت أنها أدوات مفيدة عند التعليق على حقيقة أن مونتاني يعترف بأنه لا يوجد عقل كوني يشرف على ولادة معتقداتنا. أن مفهوم الحقيقة المطلقة مطبقة على الأمور الإنسانية تفسد الذهن وتحدث الخراب في المجتمع. عند المزيد من التفكير تؤثر العادات المشروطة على كل شيء. باختصار، بالنسبة إلى طريقة تفكيري، لا يوجد شيء لن تفعله أو لا تستطيع العادة فعله. يسمي مونتاني مشروب سيرس العرف هو نوع من السحر الذي يلقي تعويذته من بين تأثيرات أخرى وينتج الوهم الأخلاقي. قوانين الضمير التي نقول إنها ولدت من الطبيعة ولدت من العرف. كل إنسان متمسك بالاحترام الداخلي للآراء والسلوك المعتمد والمقبول من حوله لا يمكنه التحرر منه دون ندم أو تطبيق نفسه عليه دون رضا عن النفس. الإنسان في سلوكه بل يقنعه أيضا بشرعيته. ما هي الجريمة بالنسبة لشخص ما سيبدو طبيعيا للآخر. القرن السابع عشر سيستخدم باسكال هذه الحجة عند تحدي ادعاء الفلاسفة بمعرفة الحقيقة. بعد قرن من الزمان سيشدد ديفيد هيوم على حقيقة أن قوة العرف أقوى، خاصة لأننا لسنا على علم بها. ما الذي يفترض بنا فعله إذن؟ إذا كان عقلنا مرنا لدرجة أنه يتغير بدرجتين من الارتفاع نحو القطب كما يقول باسكال السيد المسيح، ومع ذلك فإن الأمر أكثر تعقيدا في حالة مونتاني. للتعرف على جميع أنواع العادات من خلال قراءاته أو أسفاره يبذل جهدا مثاليا لفتح عقله. نحن جميعا ملتصقون ومركزون في أنفسنا، ويتم تقليل رؤيتنا إلى طول أنفنا خارج قوتها. هكذا يقول يعني مونتاني. أشار كلود ليفيس شتراوس بمونتاني أشاد، يعني ثم جهود أشاد كلود ليفيس شتراوس بمونتاني باعتباره رائد العلوم الإنسانية ورائد النسبية الثقافية. ومع ذلك لم يكن مونتاني راغبا في الانغماس كليا في النسبية. الحكم بالوهلة الأولى غير قادر على إيقاف الخطاب النسبي، ولكنه لا يترك دون علاج عند مواجهة سلطة العرف. ممارسة الفكر هي أول ثقل موازين يمكن الاستفادة منه. على سبيل المثال، عند انتقاد قانون موجود، العادات ليست قادرة على كل شيء، حيث يمكن أن تنعكس سلطتها على التقييم أو الطعن في حكم فردي. يمكن أيضا تطبيق الطريقة المقارنة لتحرير الحكم، على الرغم من الافتقار إلى معيار كوني يمكننا مع ذلك التراجع عن عادات معينة.
من خلال مجرد حقيقة مقارنته. وهكذا يقارن مونتاني وسائل التسخين أو التدوير بين الناس بطريقة أكثر مأساوية، يستنكر التعصب والقسوة التي أظهرها المسيحيون ضد بعضهم البعض خلال الحروب الأهلية في فرنسا، من خلال المقارنة مع أكل لحوم البشر. أعتقد أن هناك همجية في أكل الناس على قيد الحياة أكثر من أكله ميت، في التمزيق بالتعذيب والجسد لا يزال جسدا مليئا بالشعور. يقول مونتاني عند إصدار حكم على أكلة لحوم البشر، لذلك قد نسمي هؤلاء الناس همجيين فيما يتعلق بقواعد العقل وليس فيما يتعلق بأنفسنا الذين نتفوق عليهم في كل أنواع الهمجية. الحكم لا يزال يتمتع بإمكانية فرض معايير كونية مثل العقل والطبيعة، والتي تساعد عند تقييم الإجراءات والسلوكيات، على الرغم من أن مونتاني يؤكد في الدفاع أن العقل الحقيقي والعدالة الحقيقية لا يعرف إلا الله، لأنه يؤكد في فصول أخرى أن هذه المعايير يمكن الوصول إليها بطريقة ما للإنسان، لأنها تسمح للحكم بالنظر في العادات كقواعد خاصة وطارئة. من أجل الانتقاد المتغير والقريب، يجب أن نفترض أن حكمنا لا يزال قادرا على إعادة الأمور إلى الحقيقة والعقل. الإنسان في كل مكان مستعبد بالعرف، لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا قبول خضر أذهاننا. يطور مونتاني منهجين بيداغوجيين يرتكز على ممارسة الحكم نفسه، لا تتمثل مهمة التلميذ في تكرار ما قاله المعلم، ولكن في موضوع معين من المشكلة في مواجهة حكمه بحكم السيد. علاوة على ذلك، في أن القراءات النسبية للمقالات مجبر على تجاهل بعض المقاطع التي تحمل نغمة أكثر عقلانية، الضرر العنيف التي تسببه العادات. هو بالتأكيد ليس مدحا للعرف، ولكنه دعوة للهروب منه بنفس الطريقة التي حولت بها جرعة سيرس الرجال إلى خنازير، تحول العادة ذكائهم إلى غباء. في أصعب الحالات يهدف استخدام مونتاني النقدي للحكم إلى إعطاء ضربة جيدة للغباء العادي في إصدار الأحكام. في العديد من الأماكن الأخرى يتباهى مونتاني بقدرته على المقاومة، الآراء المبتذلة، استقلالية التفكير، جنبا إلى جنب مع صفاء الذهن وحسن النية. هي الفضاء الأولى التي يجب أن يكتسبها الشاب النبي. إذن يعني ربما نقطة قبل الأخيرة، تراث مونتاني من تشارون إلى هوبز. كان بيير تشارون صديق مونتاني ووريثه الرسمي في الحكمة من 1601 إلى 1604. أعاد تنظيم العديد من أفكار سيده وتجاهل أكثر الأفكار إثارة للقلق. عادة ما يتم رفض عمله الآن باعتباره تحريفا دوغمائيا لفكر مونتاني، ومع ذلك فقد تم إعطاء كتابة الأولوية على المقالات نفسها خلال القرن السابع عشر بأكمله، خاصة بعد أن تآمر النقاد مالبرونش على تضمين المقالات في الفهرس الروماني لعام 1677. يجب حساب التأثير التاريخي للمطاني من خلال هذه الوساطة. علاوة على ذلك، قراءة تشارون ليست خاطئة ببساطة، وفقا لو تعتمد الحكمة على استعداد للحكم لمراجعة نفسه نحو نتيجة أكثر ملائمة. هذه الفكرة هي واحدة من أكثر القراءات الرائعة للمقالات في التاريخ المبكر لتلقيه. تناولها العالم والفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون، الذي اعتبر مقالاته شظايا من تصوراته وتأملات متفرقة بهدف تحفيز شهية القارئ للتفكير والمعرفة بدلا من إشباعها بفضح العقائد والأساليب. حتى في أعماله الأكثر علمية مثل تقدم التعلم، كانت كتابات بيكون غير حاسمة، وافترض أن هذا الأسلوب المفتوح المتشظي كان أفضل طريقة للإلهام والمزيد من التفكير والفحص. الأمثال التي تمثل معرفة مكسورة تدعو البشر لمزيد من الاستفسار، تسمع لنا التأملات بيكون بتقدير القيمة العلمية لمقالات مونتاني بقدر ما هي أعمال غير مكتملة، وتدعو دائما إلى تأملات لاحقة من قبل المؤلف والقارئ، وبالتالي إلهام وتعزيز تطوير الأفكار والنهوض بالبحث. هنا على ديكارت تم التعليق عليه من قبل العديد من النقاد على الأقل من القرن التاسع عشر فصاعدا في سياق العلم الحديث. بصفته متشككا يدعو للتشكيك في السلة الطبيعية بين العقل والأشياء، كان مونتاني سيفوز بمكانته في المشهد الفلسفي الحديث. إن الشك في الاعتذار هو بلا شك المصدر الرئيسي للانغماس، لكن لا يمكن تسمية ديكارت بأنه تلميذ لمونتاني، بمعنى أنه كان سيرث عقيدته. قبل كل شيء هو مدين لهذا الإنسان بطريقة تثقيف نفسه.
بعيدا عن استبدال مونتاني بمعلميه اليسوعيين، قرر ديكارت أن يعلم نفسه من الصفر متبعا المسار الذي أشار إليه مونتاني لتحقيق الاستقلال وحزم والحكم الحازم. تظهر العقلية التي ورثها ديكارت من المقالات كشيء واضح بشكل خاص في الجزئين الأولين من خطاب في المنهج. عندما غادر الشاب ديكارت كوليج دي لا فليش مع دي لا فليش، وقرر السفر واختبار قيمته الخاصة في العمل. قد وظفت بقية شبابي للسفر لرؤية المحاكم والجيوش ولقاء أناس من مختلف الفكاهة والظروف ولجمع الخبرات المتنوعة ولتجريب نفسي في الاجتماعات التي كانت تقدمها لي الثروة. يتم تقديم التعليم المأخوذ من سياق المدرسة كما قال عن الذات من خلال تجربة العالم. كمعلم تم استبداله بالكتب والمعلمين. اسم هذا التعليم الجديد ديكارت بالتخلص من الحكم المسبق الناتج عن المبالغة في العادات، وهي ظاهرة منتشرة نسميها الآن التعصب العرقي. يصبح إرث مونتاني واضحا بشكل خاص عندما يستخلص ديكارت الدرس من أسفاره بعد أن اعترف بأن أولئك الذين لديهم مشاعر معاكسة جدا لمشاعرنا ليسوا برابرة أو متوحشين، ولكن العديد منهم يستخدمون العقل بنفس القدر أو أكثر مما نفعله نحن. وأيضا يضيف ديكارت إشارة إلى مونتاني من الجيد أو تحت تأثير مونتاني، وأيضا من الجيد أن تعرف شيئا عن أشخاص مختلفين لكي تحكم على أنفسنا بمزيد من العقلانية. ولا نعتقد أن كل ما يتعارض مع عاداتنا هو أمر سخيف ومخالف للعقل كما يفعل عادة أولئك الذين لم يسبق لهم رؤية أي شيء. ومع ذلك يغادر مونتاني عندما يتساوى مع آراء الخطأ التي تستند إلى العرف. لم يكن هذا الأخير ليجرأ على الحديث عن الخطأ الآراء المتنوعة والتي تتمتع بسلطة أكثر أو أقل يجب موازنتها عن نطاق الحكم. وبالتالي ليس من الصحيح تفسير فلسفة مونتاني على أنها نقد للحكم المسبق من موقف ديكارت. في السنوات الأخيرة شدد النقاد على أهمية العلاقة بين مونتاني وهوبز لتطوير رؤية حديثة للسياسة متجذرة في نقد المذاهب التقليدية للإنسان والمجتمع. في الوقت الذي كان فيه شكسبير يكتب مسرحياته، أصبحت الترجمة الإنجليزية الأولى لمقالات مونتاني لجون فلوريو 1603 من كلاسيكيات المقروءة على نطاق واسع في إنجلترا. كطالب سابق في أكسفورد وكلية سان جونز كامبريدج، وكمعلم شاب وسكرتير العلاقات الأرستقراطية والطبقة الثرية، كان توماس هوبز العديد من الفرص في قراءة مونتاني في المكتبات التي يتردد عليها بصفته مدرسا. سافر كثيرا في أوروبا وأمضى عدة جولات في فرنسا قبل أن تجبره الحرب الأهلية الإنجليزية في يعني مكوث في المنفى في باريس من 1641 إلى 1651، 10 سنوات. خلال هذه الفترة تحرك هوبز في دوائر متشككة ومتحررة والتقى بعلماء مثل غاسوندي وسور بيير ولاموز لوفاير، وكلهم متأثرون بإشارة مشتركة بشكوك وريبيت مونتاني. تؤكد الوثائق التاريخية والأبحاث المقارنة أهمية تأثير مونتاني على عمل هوبز خاصة في عناصر القانون وكذلك في اللويثين يعني ليفيتون. يتشارك المؤلفين مفهوم فلسفي للإنسان مدفوعا بالرغبة والتخيل ويسعى بلا هوادي إلى الحفاظ على الذات والقوة. حدد مونتاني الحياة البشرية بالحركة وعدم الاستقرار وأشار إلى القوة التي يجب أن تدفعنا بها شغفنا نحو إنجازات مستقبلية خيالية، شرف المجد العلم العقل وما إلى ذلك. في ليفيتون يبني هوبز على هذا الموقف ليؤكد كمية العام للبشرية جمعاء رغبة دائمة لا تهدأ للسلطة ولا تنتهي إلا بالموت. تظهر هذه الأنثروبولوجيا المشتركة مدى تحظ مونتاني وهوبز الفكر البشري المدرسي وعصر النهضة عن الإنسان ككائن عقلاني في قمة الخليقة. على عكس من ذلك فهما يؤكدان طبيعته الغريزية والعاطفية والتي تؤدي في النهاية إلى العنف والصراع أينما ينهار المجتمع السياسي. إذن يجب فهم هذه الأنثروبولوجيا السلبية في ضوء التجربة التاريخية للحروب الأهلية التي مزقت كل من فرنسا وبريطانيا. قد شبع التهديد بالاضطراب السياسي حياة كل من مونتاني وهوبز، في حين اقتبس هوبز المثل العظيم أومو أوميني لبوس الإنسان ذئب الإنسان، وصف حالة البشرية خارج الدولة المدنية بأنها حرب
هذا يكون كل إنسان عدو لكل إنسان. بدأ مونتاني وكان يذهب إلى أبعد من ذلك، يجب أن يقول مونتاني يجب أن تعلم بالتجربة من قسوة بعض المسيحيين أنه لا يوجد وحش في هذا في العالم يخاف الإنسان كل إنسان. من أجل تجنب اندفاع العنف يدرك له من ضرورة القوانين والطاعة، وهي ضرورة لا تعتمد على أي أساس وجودي وأخلاقي. تنبع قوة المعيارية للقانون من ضرورتها العملية، حيث أنه شرط العقلاني للحياة في المجتمع. كما كتب مونتاني، الآن تبقى القوانين في الائتمان ليس لأنها عادلة ولكن لأنها قوانين. عند التشكيك في الرؤية الأرسطية للسياسة كهدف طبيعي للإنسانية، أشار مونتاني وهوبز إلى الطبيعة البشرية للسلطة المدنية التي تأسست في الحاجة إلى الحفاظ على الحياة والسلام وتجنب العنف والحرب. إذن نأتي إلى الخاتمة الآن، خاتمة بعد أن استعرضنا حياته وأعماله وأفكاره الفلسفية وتأثيراته، تأثيراته إما على ديكارت أو على هوبز، تأثيرات مونتاني. يزرع مونتاني حريته من خلال عدم الالتزام حصريا بأي فكرة واحدة، بينما يستكشفها جميعا في نفس الوقت في ممارسة حكمه على مواضيع مختلفة. يدرب نفسه على الانطلاق في مسارات جديدة بدءا من شيء قرأه أو اختبره. بالنسبة لمونتاني فإن هذا يعني أيضا التشكيك في قناعات عصره والتفكير في معتقداته وتعليمه وتنمية أفكاره الشخصية. يمكن القول أن لغته تخضع لقاعدة واحدة فقط، وهي تأثير الحكم والصدق، وهي نفس القاعدة التي يطلبها من التلميذ. تحمل لغته نبرة لا لبس فيها، ولكنها تناقض نفسها أحيانا من مكان إلى آخر، ربما لسبب أنها تتتبع عن كثب حركة الفكر. فإذا كان فيلسوفا يعني عدم الإحساس بهشاشة الإنسان والشرور أو الملذات التي تصيبه، إذن مونتاني ليس فيلسوف. إذا كان ذلك يعني استخدام المصطلحات والقدرة على الدخول إلى عالم العلماء، فإن مونتاني ليس كذلك أيضا، ليس عالما. ومع ذلك إذا كان كونك فيلسوفا قادرا على الحكم بشكل صحيح في أي ظروف من الحياة، فإن المقالات هي شهادة نموذجية لمؤلف أراد أن يكون فيلسوفا من أجل الخير. يضع مونتاني حكمه للمحاكمة على أي موضوع، ليس فقط للتعرف على قيمته ولكن أيضا لتشكيله وتقويته، وبذلك يتمكن من تقديم فلسفة تتوافق مع الحياة. كما يقول نيتش، إن مثل هذا الإنسان قد كتب ازداد الفرح على الأرض حقا. إذا كانت مهمته جعل هذه الأرض موطنا سأعلق نفسي به، أو كما قال ستيفان زويغ في سياق كان أقرب إلى الواقع التاريخي الذي عاشه مونتاني نفسه. مونتاني يساعدني في الإجابة على هذا السؤال: كيف أبقى حرا؟ كيف أحافظ على صفاء ذهني الفطري أمام كل تهديدات ومخاطر التعصب؟ كيف أحافظ على إنسانية قلبي في تصاعد البهيمية؟ إذن كانت هذه هي محاضرة مونتاني، أرجو أن تكون الإفادة حاصلة. شكرا جزيلا على المتابعة، إلى اللقاء في محاضرة فلسفية قادمة إن شاء الله.